السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشرح في الفيديو دوت المحاضرة الأخيرة في مادة ضبط الجودة اللي هي بتتكلم عن الأوبريتنج كاركترستيك كيرف. هو بيقول لك إن هي عبارة عن منحنى بتوضح نسبة العيوب مع احتمالية قبول المنتج. يعني هو إيز أ جرافيكال ريبريزنتيشن بيوضح أوف فراكشن ديفكتيفز إن أ لوت أجينست ذا بروبابيلتي أوف أكسبتنس. هو بيوضح نسبة العيوب في عينة أجينست إيه احتمالية قبول العينات دي. بالنسبة لمخاطرة المنتج اللي هي producer's risk، بيقول لك الخلاصة اللي فيها إن احتمالية رفض دفعات ذات جودة عالية لازم نقبلها، يعني إحنا عايزين نقبل الدفعات اللي هي بتترفض دي، تمام؟ لأن هي الدفعات دي ذات جودة عالية، لكن اللي بيخليها تترفض إن نسبة العيوب اللي فيها تخطت الحد المسموح به، تمام؟ عشان كده بيقول لك إذا probability of rejecting هي احتمالية رفض a good lot عينات جيدة which otherwise would have been accepted، لكنها المفروض ايه عايزين، لكن احنا عايزين نقبلها. نيجي لتالت حاجه اللي هي consumer's risk، مخاطره بقى المستهلك نفسه. بيقول لك احتماليه قبول دفعات ذات جوده منخفضه، لكن المفروض هي ان يتم رفضها. يعني انا دلوقتي المستهلك وعايز اشتري المنتجات دي، يعني انا لو جيت عملت السامبلز او خدت عينات، ممكن العينات دي تطلع معايا مظبوطه وقبل الدفعه ديت، لكن المنتجات بتاعتها فعليا هي ذو جوده منخفضه. فالكونسيومرز ريسك هي احتماليه ان المستهلك يقبل الدفعات اللي هي ذو جوده منخفضه، لكن المفروض ان هو يرفضها اساسا، تمام؟ يعني المنتج ممكن اساسا يرفض دفعات ذات جوده عاليه بسبب مثلا ان نسبه العيوب تخطت حاجه معينه، لكن المفروض تتقبل ان المنتجات فعليا هي بجوده عاليه، والمستهلك ممكن يقبل دفعات ذات جوده منخفضه وهي المفروض نرفضها. طب ايه بقى الحاجات اللي بتساعد المنتج ان هو يقبل الدفعه ديت، واللي بتساعد المستهلك ان هو يرفض او يقبل الدفعه ديت؟ حاجه اسمها الاي كيو ال اللي هي اكسبتنس كواليتي ليفل، اللي هي مستوى جوده طلبيه منتجها جيد، تمام؟ بيقول لك الاي كيو ال هنا هي نسبه المنتجات المعيبه في العينه، تمام؟ وبيقول لك لو العينه ديت العيوب اللي فيها اقل من النسبه ديت، يبقى انا المنتجات او العينه ديت هي لها احتماليه كبيره ان هي تتقبل. نيجي لال تي بي دي اللي هي لوت تويرنس بيرسنتج ديفكتيف، يعني نسبه المعيب المسموح بيها في اللوت، لو اكبر من النسبه دي فهيترفض. يعني انت النسبه هيديك نسبه معيب معينه، تمام؟ في المساله هيقول لك نسبه ال تي بي المفروض ال تي بي دي المفروض تكون بالرقم المعين. انت شوف لو انت تخطيت نسبه المعيب ديت، يبقى ايه اللي هيحصل؟ انت كمستهلك المفروض تفرض الدفعات دي، ولو اقل من النسبه دي المفروض انت كمستهلك تقبل الدفعات ديت، لان هي كده تمام ما فيهاش مشكله. نيجي بقى للاو سي كيرف اللي هو اوبريتنج كاركترستيك كيرف. زي ما انا قلت لك ان الاوبريتنج كاركترستيك كيرف دوت بيعمل لك علاقه بين نسبه العيوب واحتماليه قبول المنتج دوت. فتلاقي هنا ان على المحور الافقي رمز البي او البي داش مثلا، يعني رمز نسبه العيوب هو بيكون بي او بي داش، الدكتور عاملها بالبي داش، تمام؟ هنا البي اي اللي هي ايه؟ probability acceptance، جميل قوي. بالنسبه للالفا دي اللي هي producers risk، والبيتا اللي هي consumers risk، والاي كيو ال اللي بيكون هنا acceptance quality level، والال تي بي دي اللي هي low tolerance percentage defections. تفهم الحاجات دي كلها لما نيجي نحل المساله الجايه دي. بس طبعا لازم تخلي بالك ان الاي كيو ال دي طبعا اللي هي الاكسبتنس كواليتي ليفل، لو نسبه العيوب اقل منها المنتج هيقبل الدفعه ديت، ولو اكبر من النسبه ديت المنتج هيرفض الدفعه دي. ونيجي للال تي بي دي بيقول لك هنا ان لو نسبه العيوب طلعت اكبر من الرقم دوت، كده المستهلك يرفض الدفعه دي، ولو طلعت اقل من الرقم ده او بتساوي الرقم ده، كده ايه؟ المستهلك هيقبل الدفعه دي. كل الحاجات دي هتوضح في المساله الجايه. نيجي للمساله دي، بيقول لك هنا ان عدد الوحدات الاجماليه اللي هي ان كابيتال 5000، والان سمول بيساوي 80، والسي بتساوي 2. الان بتساوي 5000، لان دي هي عدد الوحدات الاجماليه. بالنسبه لان بتساوي 80 اللي هي ايه؟ عدد الوحدات اللي فعليا هنفحصها في العينه ديت، تمام؟ والسي ديت اللي هي بتساوي 2 هي اكسبتنس نمبر. نيجي للمطلوب الاول اللي بيقول لك بلوت او سي كيرف فور ذا اباف بلان. الاباف بلان اللي هي ان بيساوي 5000، يعني بيقول لك عندي خطه، انا عندي 5000 وحده اجماليه وعايز اعمل عينه، العينه بيكون فيها 80 وحده، وعدد النمبر اوف اكسبتنس بيكون 2. زي ما انت عارف ان الاو سي كيرف بيكون بيديك علاقه بنسبه العيوب واحتماليه قبول المنتج، تمام؟ يبقى انا عشان اقسم الكيرف دوت لازم انا اجيب البي داش والبي اي سي. جميل قوي. البي اي سي ليها قانون، البي اي سي بيكون ليها قانون، تمام؟ فالبي اوف اكس بتساوي ان بي داش اس اكس في اس سالب ان بي داش على ايه؟ مضروب الاكس،
جميل. والبي اي بتساوي البي اي بقى بتساوي اللي احنا عايزينها، البي اللي احنا عايزينها بتساوي البي اوف 0 زائد بي اوف 1 زائد بي اوف 2. طب انا بقف لغايه كام بالظبط؟ يعني بي اوف 0 زائد بي اوف 1 زائد بي اوف 2 ده على طول؟ لا مش بيكون كده على طول. ليه؟ لان هو على حسب السي بتساوي كام. لو السي بتساوي 3 فانت هتكون بي اوف 0 زائد بي اوف 1 زائد بي اوف 2 زائد بي اوف 3. جميل. فده هيساوي البي اي. يبقى البي اي بتساوي بي اوف 0 زائد بي اوف 1 زائد بي اوف 2، هتعوض في القانون دوت بالزيرو مره وبالواحد مره وبالاثنين مره وتجمعهم مع بعض، كده انت جبت البي اي. فلو لاحظت دلوقتي انك انت الحاجات اللي بيعتمد عليها البي اي اللي هو ان بي داش، الان في البي داش، تمام. فاول حاجه انا هعمل ايه؟ هفترض ان البي داش ب 0.01، جميل. وبعدين هضرب البي داش ديت اللي انا فرضتها ب 0.01 هضربها في الان اللي هي 80، فهيطلع لي ان بي داش ب 0.8. فهحسب بي من خلالها البي اوف 0 والبي اوف 1 والبي اوف 2، هيطلع لي ايه؟ التلات ارقام دول. ومن التلات ارقام دول هجيب البي اي بتساوي الرقم ده، لانك انت البي داش عايز ترسمها على المحور الافقي. جميل. فانت يعني مش هتكون شكلها حلو لما تكتب 0.01 مثلا مره و 0.02 و 0.03، طب ما تضربها كلها في 100 ويخلص، يبقى 1 2 3 4 5 6 7. جميل. فدلوقتي العلاقه هتكون بين ال 100 بي داش وبين البي اي. فهو دوت الجدول اللي انا عملته. عملت فيه ايه؟ اول حاجه اسيوم اوف فاليو اوف بي داش، وفرضت قيم للبي داش اللي هي ايه؟ نسبه العيوب، مره 0.01 0.02 لغايه 0.08، وضربت ال 100 في بي داش علشان الرقم ده هو اللي هيتكتب على المحور الافقي. جميل. والان بي داش، الان بي داش دي اللي هيتحط في قانون مين؟ في قانون البي اي. فلما تضرب 0.01 في الان اللي هي 80 هيطلع لك الرقم ده، لغايه ما توصل 0.08 تضربها في 80 هيطلع لك الرقم ده. فكل قيم الان بي داش لكل القيم بتاع البي داش هيطلع لي بالارقام ديت، فهعوضها في القانون بتاع البي اي. فلو لاحظت ان قانون البي اي بيساوي سميشن الاكس بيساوي صفر للسي في الان بي اس اكس في اي اس سالب ان بي على مضروب الاكس. جميل. فانت ممكن تكتب المعادله دي على الاله، تكتب المعادله دي على الاله وتقعد تغير في قيمه الان بي داش. فلما تيجي تعوض بالان بي في الان بي داش مثلا في اول مره 0.8 هنا، هتلاقي طلع معاك الرقم ده. ولما تيجي تعوض بالان بي داش في المعادله دي هتلاقي طلع معاك الرقم ده. فطلع معاك ارقام للبي اي وارقام لل 100 بي داش. فهتيجي ترسم على المحور الافقي الارقام بتاع ال 100 بي داش وعلى المحور الراسي اللي هو ايه؟ بتاع البي اي. فاول حاجه انا هعمل منحنى، المنحنى الافقي بتاعي من 1 ل 8 زي ما انا عامل، بس المنحنى دوت هو هسميه 100 بي داش، مش بي داش بس، 100 بي داش. وعلى المحور الراسي هقسمها 1 من 10، 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، لغايه كام؟ 1. فعند نقطه الواحد ايه هتلاقي 0.95258، يعني 0.9 تقريبا 5، يعني عند الواحد هتطلع هتلاقي 0.9 ايه؟ 5 هنا. وعند مثلا الاثنين، عند الاثنين هتلاقيها بكام؟ 0.783، اهي عند الاثنين هتلاقي 0.783، وهكذا عند الثلاثه لما تيجي تعمل الاربعه لغايه ما توصل للثمانيه. جميل. فده كده، ده كده المنحنى اللي انت عملته ده هو اول مطلوب. نيجي للثاني مطلوب عندنا، بيقول لنا وات از ذا بروديوسرز ريسك اف اي كيو ال اللي هي اكسبتنس كواليتي ليفل از 1.5%. جميل. فدلوقتي انا هعمل ايه؟ الاي كيو ال الالفا بتعتمد على الاي كيو ال، تمام. والالفا دي بتكون فين؟ الالفا القانون بتاعها 1 ناقص البي اي، لكن البي اي ديت انت بتجيبها اعتمادا على الاي كيو ال. فانت هتقف عند ال 1.5%، هتقف عند ال 1.5%. انت طبعا انت كده كده البي داش دي مضروبه في ال 100، ف 1.5% يعني هتلاقي فين؟ هنا في النص هنا. جميل. فهتطلع لغايه ما تقف هنا، لغايه ما تقطع المنحنى دوت، بعدين تاخد شمال هتلاقيها بكام؟ تقريبا ب 0.9. وهو طبعا الرقم هيختلف من واحد للتاني، بس هيختلف مثلا 1%، 2%، او 2 من 10 على حسب يعني. فالبي اي طلعت ب 9 من 10، فالالفا هيساوي 1 ناقص 9 من 10 اللي هي بتساوي كام؟ 1 من 10. فيبقى الالفا بتساوي 10%. نيجي لتالت مطلوب، بيقول لي وات از ذا كونسيومرز ريسك اف ال تي بي دي، مش دي مش ام دي دي، تمام. اللي هي ايه؟ لو تولرنس برسنتج ديفكشنز. بيقول لك بكام؟ ب 4.5%. طبعا ده بيساعد مين؟ ده اللي بيجيب لنا، ده اللي هو بيساعد مين؟ المستهلك. جميل. فهنروح عند ال 4.5% على المنحنى ونجيب البي اي عندنا. ال 4.5% تلاقيها هنا تقريبا، فتطلع تلاقي البي اي تقريبا 0.3 مثلا، كام؟ 0.5 تقريبا. فتكتب هنا ان البي اي بكام؟ 0.305. وبالنسبه للكونسيومرز ريسك اللي هي رمزها البيتا بيساوي البي اي، فتلاقي ان البي اي بتساوي 0.305، يعني تقريبا كام؟ ب 30.5%.
نيجي للمطلوب الاخير بيقول لك what is the average total inspection ATI on ATI اللي هي average total inspection of the above plan at 1.25 defective of the incoming lot. طبعا القانون بتاع الـ ATI بيساوي N في الـ BA زائد الـ N في 1 ناقص الـ BA، تمام؟ فطبعا هنعمل ايه؟ هنجيب الـ BA من المنحنى عند مين؟ عند الـ 1.25، فهتطلع هنا هتلاقي ان 1.25 تقريبا هنا اللي هي الـ ATI بيساوي 1.25، هتطلع لغاية ما تقطع هنا تلاقي 0.9 مثلا تقريبا 4 أو 0.92 في الحدود ديت، تمام؟ فهنا كتبتها بكام؟ ب0.94، فهعوض بالـ BA في القانون عادي دوت اللي هو 80 في 0.94 زائد 5000 في 1 ناقص الـ 0.94 هيطلع لك في الآخر 375.2. طب هو لو قال لك أنا عايز الـ accepted يبقى القانون بتاعها بيساوي N في الـ BA، لو عايز الـ rejected بيساوي N في 1 ناقص BA، عشان كده لما بيقول لك الـ total بتجمع الاتنين دول، بتجمع الـ accepted مع إيه الـ rejected. يبقى خلاصة حل المسألة ديت، أول حاجة أنت بتجيب علاقة بين الـ B داش والـ BA عن طريق انك انت تفرض قيم للبي داش وبعدين تضرب البي داش دي في 100 علشان هتكتب الرقم يكون صحيح على محور الافقي، وبعدين تضرب الان في البي داش عشان الان في البي داش ديت بتعوضها في قانون البي اي، ومع كل قيمه للان بي داش بتجيب قيمه للبي اي، وبعدين ترسم علاقه بين البي اي وال100 بي داش، جميل؟ فانت كده رسمت الاول، عملت اول مطلوب. تاني مطلوب بيقول لك اول ثلاث مطالب كلها بيديك رقم، وانت بين الرقم ده على المنحنى بتجيب البي اي، لان البي اي ديت بيعتمد عليها ايه التلات قوانين اللي تحت دول. يعني مثلا البروديوسرز ريسك القانون بتاعه الفا بيساوي 1 ناقص البي اي، فالبي اي دي هتجيبها على حسب النسبه اللي موجوده هنا ديت. بالنسبه للكونسيومرز ريسك بيديك ال تي بي دي مش بي ام طبعا، وتروح عند النسبه وتجيب البي اي، والبيتا بتساوي بي اي، تمام؟ ونروح عند مثلا الافريج توتال انسبكشنز القانون بتاعها ان في البي اي زائد ان في 1 ناقص بي اي، وطبعا برضه هتحتاج برضه تجيب البي اي. وفي الاخر برضه بيقول لك خلي بالك طبعا ان لو قال لك الاكسبتد يبقى قانون ان بي اي، لو قال لك الريجكتد يبقى ان في 1 ناقص بي اي، ولو قال لك التوتال هتجمع الاثنين دول على بعض زي ما انا عامل هنا.